السلام عليكم. في زول سامعني؟ الصوت واضح؟ في أي زول سامعني؟ الصوت ما واضح؟ لينا الصوت واضح؟ الصوت ما واضح؟ واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة إيمان سعيد. أنا طبيبة نفسية. حنتكلم الليلة عن حاجة يمكن في الأول عايزة أحتذر للناس اللي من زمان طلبوها وأنا ما قدرت أعملها، لأن أنا ما كنت أعمل لايف الحقيقة، وما قدرت كان عمل اليوم كان فيس تو فيس في السودان. وبشكر كثير دكتور أنور إنه هو شجعني إنه أعمل اللايف يعني. فهي عن الكومفورت زون أو نسميها منطقة الراحة. دارين نشوف هي شنو الكومفورت زون وليه مسمينها منطقة الراحة والمشكلة معها شنو وليه احنا بنقول لازم نطلع منها وكيف نطلع منها. اول حاجة الكومفورت زون هي عبارة عن احنا بنقول عليها state of mind ولا يعني psychological state، يعني هي ما منطقة الواحد بيشوفها لكن هي عبارة عن تكيف سلوكي بيمارسه اي انسان من غير ما يكون عنده توتر من ممارسة الحاجة اللي بيعملها دي، او يكون عنده خوف او قلق، او بيكون مرتاح انه بيعمل الحاجه اللي بيعمل فيها يعني مثلا يعني اذا كان حاجه اجتماعيه ولا كان حاجه مهنيه، يعني الصوت ضعيف. طيب لحظه اشيل السماعه يمكن عشان السماعه كده اوضح كده واضح. كده الصوت واضح. فقلنا انه منطقة الراحة او الكومفورت زون دي عبارة عن يعني ما منطقة الواحد بيشوفها لكن هي state of mind او psychological state، يعني هو سلوك الواحد بيكون متكيف عليه وبيمارسه بصورة روتينية، عشان كده ما بحس بانه متوتر ولا قلقان إذا كان شغل أو إذا كان حياة اجتماعية أو إذا كان أي من النشاطات والممارسة اللي بيمارسها في حياته اليومية أو يعني الروتينية المحدودة. فكل الحاجات اللي حوالينه بتكون مألوفة بالنسبة له، بتكون تحت سيطرته، ما بيكون بيعاني من أي توتر هو بيعمل فيها إذا كان دي حياة اجتماعية أو إذا كان شغل يعني هو حياة بيمارسها طوالي. التكيف اللي هو فيه ده بديه شعور بالأمان، لكن ممكن نقول نوعا ما الأمان اللي هو بديه له ده ما أمان يعني 100%، ما أمان حقيقي نوعا ما يعني، لأنه الأمان ده بيحد من قدرات الواحد على التطور وبيحد من قدراته على الإبداع وإنه يمشي في حياته الحقيقية، لأنه الحياة الحقيقية بالضبط هي بتبدأ في الحافة أو الحد بتاع الكومفورت زون. يعني مثلا شايفين الورقة دي، لو قلنا ده
الكومفورت زون، الدائرة دي لو عبرنا عنها بأنها الكومفورت زون بتاع أي إنسان، دي هنا كومفورت زون لأي حد. هنا جوا الدائرة دي الواحد بيكون مرتاح، بيكون مهما كان هو بيعمل شغله شنو، حياته الاجتماعية شنو، فهو بيكون مرتاح. لكن الحياة الحقيقية هي في الحافة دي، يعني أول ما الواحد طلع من الحافة دي، هنا في الحياة. لو عملنا دائرة كده تاني، هنا في الحياة الحقيقية، هنا في الأحلام، في التطور، في الازدهار، في الراحة الحقيقية والحياة هنا برا. مع إنه هنا يعني هنا في شوية توتر، لكن هو ده حتة النجاح وحتة كده كويس. قلنا الدورانية الصغيرة جوا دي، الزول بيكون جواه هنا، دي منطقة الراحة بتاعته اللي هو بيكون حاسس فيها بتوتر، لا في الشغل اللي بيشتغله ولا في حياته الاجتماعية ولا في أي حاجة هو بيعمل فيها. من الحياة الحقيقية اللي احنا بنسميها الحياة الحقيقية بتكون هنا برا الخضة اللي هي مع الحافة بتاعت ما أعرف كده، يعني كده شايفيننا مع الحافة. يعني لو قلنا دي الحتة دي كده، الدائرة الصغيرة بجوة دي الكومفورت زون بتاعتك ولا منطقة الراحة بتاعتك اللي هي مهما تعمل فيها انت ما بتحس بتوتر فيها، ما بتحس فيها بقلق، بتحس انك مرتاح لأن الحاجات حوالينا كلها مألوفة، الحاجات كلها تحت سيطرتك، فما في أي حاجة يعني بالنسبة لك، يعني أنت مرتاح تماما. لكن الحياة دي الهينة دي ما فيها تطور، ما فيها مشي لقدام، ما فيها نجاحات، ما فيها أي حاجة. عشان أي حاجة حياة حقيقية بتاع التطور وكده بتكون في الحتة البعدية، يعني وانص إنك طلعت من هنا الحافة دي، هنا دي الحياة والحاجات كلها هنا، تجاربك، حياتك، ازدهارك، تطورك، أهدافك، كل الحاجات هنا في الحتة دي. الحتة دي بيكون فيها شوية توتر، لكن توتر احنا حنقول بعد شوية انه نوعا ما الواحد مقبول وبيقدر يعني يتماشى معاه شوية شوية لو يتعود عليه. في حتة تانية لو رسمنا دائرة تانية كبيرة أكبر شوية، هنا الحتة البعد هنا الواحد لو حاول يمشي لقدام قد تكون بالنسبة له منطقة شوية خطرة الحتة دي، لأنه القلق أو التوتر هنا بيكون كبير جدا. فلما يكون التوتر كبير، يعني الحتة دي التوتر فيها معقول، دي الواحد بيقدر ينجز فيها لأقصى حد وبيقدر ينجز فيها حاجات كبيرة. لو طلع منها للحتة اللي فيها التوتر عالي جدا، نحن ما بنحب يعني ما بنقول إنه الواحد يمشي لحتة بعيدة. الحتة اللي فيها التوتر العالي يبقى أنت الأداء بتاعك حيقل هنا، لأن التوتر العالي بخلي الأداء يقل، لكن التوتر المعقول والأنكزية المعقولة بتخلي الواحد يعني البرفورمانس بتاعه والأداء بتاعه يكون في أفضل حال، وهي المنطقة دي. بس أنا يعني ده أنا بس عايزة أوضح لكم، لأنه عشان تعرف يعني شنو لما أقول المنطقة ولا الزون اللي هو الحتة الواحدة اللي بيشعر فيها بالأمان دي. فالفعل الحتة الحياة الحقيقية هي هنا. ولو قمنا عملنا مثلا دائرة صغيرة كده ودائرة تانية كده، دي الكومفورت زون حقتك ودي دي الكومفورت زون الصغيرونة دي، ودي الحياة الحقيقية هنا، الحياة البرة يعني. هو طبعا الحياة عموما عبارة عن رحلة، خلينا نقول عبارة عن رحلة، رحلة في طريق. الطريق ده قد يكون معبد ومرصوف كويس والناس ماشية فيه، وبعدين بتيجي تلقى لك طرق جانبية، ممكن تكون الطرق الجانبية دي ممكن الطرق الجانبية دي تكون شوية فيها مطبات، لكن الواحد مهما كان بيقدر يتجاوزها وبيقدر يمشي فيها وبيصل لحاجة. يعني ما داير الواحد طوال يكون هو في الحتة بتاعت الطريق السموث ولا المعبد ده، وما في واحد بيمشي
في طريق بلقاه طواله زي ما داير يعني. وبتختلف الكومفورت زون من شخص لشخص، يعني حجمها نفسه وبيختلف. يعني ممكن ناس الكومفورت زون حقتهم تكون صغيرة جدا، وفي ناس تكون شوية متوسعة يعني. فزي ما قلنا إنه الحياة عبارة عن طريق يعني، والحالة الذهنية هنا بتلعب دور كبير في تحديد يعني مسار كل واحد. يعني لأن الواحد من البداية بيخوض تصور مسبق للحاجات اللي أنا بقدر أعملها وما بقدر أعملها، فالواحد بيبقى يكرر في 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 راسه إنه أنا ما بقدر أعمل كده، أنا ما بقدر أمشي مثلا خلينا نقول واحد قال له ألقي محاضرة في الجامعة، ولا أول ما اشتغل أستاذ في الجامعة يقول أنا ما داير الوظيفة دي لأنه أنا ما بقدر ألقي المحاضرات، أنا ما حصل ما تعودت ما داير، يقوم يرفض الحاجة دي وهو لأنه كان بيكرر في نفسه أنا ما بقدر أعمل كده، أنا ممكن أشتغل مثلا في معمل ولا أشتغل ورا كمبيوتر، فأنا ما بقدر. فأنت من البداية حددت، قعدت تحدد لنفسك وتكررها، فأنت حددت لنفسك وخطيت يعني لنفسك حد، فدي هنا انت حددت الحته بتاعت الكومفورت زون بحالتك الذهنيه انت. وزي ما قلنا كل واحد عنده كومفورت زون تختلف من الثاني، والحياه الحقيقيه تبدا بعد في الكومفورت بعد الكومفورت زون. بتذكر انا يعني كنت صغيره مشيت مع اختي، لحد هسه انا الحته دي متذكراها في بالي، مشيت مع اختي لي ناس فلقيت في الحيطه عندهم لوحه ومكتوب فيها مكتوب فيها life is a once but if you live right once is enough، يعني الحياه دي مره واحده ولو عشناها صح يبقى المره الواحده دي هي كفايه. فعشان كده احنا ما دايرين الواحد يكون راكد في حتة واحدة، لأنه لو الواحد قعد في الكومفورت زون حقته دي أو في منطقة الراحة بتاعته دي يعني حياته ما حيكون فيها تطور، حيكون فيها يعني حيكون فيها ركود، وهو اللي بنسميه استاجنيشن. فبكون فيها ركود وقاعد في حتة دي ما بتحرك نهائي، يعني ممكن يكون بيشتغل، ممكن يكون بيطلع بيدخل، لكن بس حده هنا تطور ما في. يعني لو قالوا له تعال حاجة زيادة لانترفيو لحتى حياة اجتماعية زيادة بتوتر وما بيقدر يطلع من حتته دي. يعني فما بيقدر يطلع من حتته دي، هنا احنا اللي عايزين هو يطلع، يعني عايزين نوريه ليه لازم يطلع. في واحد قال ليه مدام هي اسمها منطقة الراحة احنا لازم نطلع، لانه هي ما راحة فعلا زي ما احنا قلنا راحة مجازا، يعني راحة هاي تكون قاعد فيها ومرتاح وما عندك توتر، لكن ما حياتك ما فيها تطور ما فيها كلام ماشي لقدام. طيب ليه احنا لازم نطلع منها؟ اول حاجة لانه الكومفورت زون دي ممكن نعتبرها يعني من اخطر الاماكن، يعني بمعنى انه اخطر الاماكن برضو ما بمعنى انه يعني الخطوره يعني اللي انت بتشوفها او، لكن انت بتحسها لانه ما فيها تطور في حياتك، لانه فيها ركود، ولانه زي ما قلنا الحياه الحقيقيه بتبدا بعد في الحد بتاع الكومفورت زون في الدائره الصغيره اللي احنا رسمناها. عشان كده لازم نطلع منها، ولانه الكومفورت زون دي تقتل الطموح، بتحد من قدراتك، بتقتل احلامك، ما بكون عندك اهداف فيها، والاحساس بالامان فيها نوعا ما احساس بيكون زايف، يعني ما بيكون في تطور، وبتكون قاعد مكانك لا اجتماعيا في تطور ولا مهنيا في تطور. فعشان تكتشف نفسك وعشان تحقق اهدافك وعشان تحقق احلامك انت لازم تتحرك من الحتة تحت الكومفورت زون دي وتطلع منها، يعني لازم تمشي حياتك لقدام، لازم ما تكون راكب. فلا عشان كده لازم الواحد يطلع منها. فما في زول بيكون عايز يكون قاعد في حتته ويعني ما متطور فيها حتى في شغله، عايز يترقى،
عايز في 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 سوشيال، عايز يكون يعني يعني متفتح اكتر. فطيب احنا كيف نطلع منها، كيف نطلع من الحتة دي لو احنا عرفناها، وعرفناها انها ما الحتة يعني اللي هي الحياة فيها طوالي مفروض تكون. وهي ممكن الواحد يجي يرجع لها بالمناسبة، يعني ما معناها انه انه انا اطلع منها خلاص اخليها، لا. واحيانا الواحد ممكن يجي يرجع لها فترة بسيطة، فترة بسيطة ويحس بشوية اطمئنان كده ويطلع منها تاني. وفي ناس بيحبوا يرجعوا لها، كثير من الناس بيحبوا يرجعوا لها. طيب نطلع منها كيف؟ اول حاجه نطلع منها، اول حاجه المفروض الواحد عشان نطلع منها يغير الروتين بتاعه، لانه زي ما قلنا في الاول هي سلوك تكيف مع روتين، روتين محدود انت بتعمله طوالي، فانت تغير الروتين بتاعك. وما بنقول انه يغيره انه كله مره واحده، يعني يغير الحاجه بالتدريج، يغير روتينه بشكل بسيط جدا جدا، ويعمل له حاجة إنه الواحد يكون متخوف منها أو يكون بيخاف منها يعملها، وحتى لو كان فيها شوية توتر يعملها ويكررها. لما يكررها بيتعود عليها، بيبقى مرتاح وهو بيعمل فيها. يعني الواحد لو عمل حاجة بسيطة بس طلع من المنطقة دي وعمل لي حاجة بسيطة جدا، هم مثلا واحد كان بيمشي دائما يقعد يشرب قهوة في قهوة جنب بيتهم كده، وفيها ناس شوية ما بيحب، هم ما بيحب الناس اللمة الكثيرة والناس الكتار، لكن القهوة في الشارع اللي بيوراه مثلا فيها ناس كتار وبتوتر لما يكون هناك وما بيحب يمشي. فالروتين حقه الدايركت سرو انه بكره دي امشي مثلا القهوه البي ورا بيت وانزل فيها الناس الكتار، مش قاعد فيها حتى لو لفتره بسيطه ويتوتر شويه وجراجع، بكره امشي ويقعد اكتر، التوتر بيكون فيه لكن بيكون نقص حته. بعد شويه امشي اليوم اللي بعده يقعد اكتر من يعني مثلا في الاول وقعد له تلت ساعه، بعدين قعد نص ساعه، بعدين اللي بعديه قعد ساعة. فاليوم الرابع الخامس السادس بيحس انه دي بقت في الروتين بتاعه، بتكون يلا الحاجة اللي هو ما كان قادر يعملها دخلت في الكومفورت زون بتاعته، فبيكون وسع الكومفورت زون بتاعته، عمل لها ستريتشنج ووسعة، يبقى كده هو بدأ يطلع من الحتة دي شوية. جرب حاجات جديدة، جرب حاجات جديدة حتى لو فيها برضو شوية صعوبة، مهما كان الحاجة هي شنو. يعني مثلا أبدأ الفكرة، الواحد أصلا أي حاجة لما بدأ بفكرة، أبدأ الفكرة لكن الفكرة طوالي أعمل معاها العمل، يعني الفكرة ما تخليها بس فكرة وتقعد تكرر فيها كفكرة وخلاص، لا. فكرة وأنا طوالي أعمل معاها الحقب العمل طوالي. يعني مثلا تقول أنا مثلا أنا قال لي ألقي محاضرة في الجامعة مثلا أو في محل الشغل، لكن أنا ما متعود إنه أنا أكون مع الناس وألقي محاضرات والكلام ده، أنا ما متعود عليهم. ففي الحالة دي تقول خلاص أنا ناس الشغل ناس مكتبي ديل 5 نفر 10 نفر 15 نفر، خلاص أنا أبدأ بيهم، أقوم أنا ألقي لي محاضرة 15 نفر ديل. وبعدين ما تكون يعني ماخذه طبعها انه حاجه فيري اوفيشال كده، انه من الناس ما تبي تعود عليهم، بيكون في شويه هزار، بيكون بشويه ونسه، بتقول محاضرتك دي وانت مرتاح، يعني تكون انت مرتاح بتقول الحاجه اللي عايز تقولها للعشر تفار معك في المكتب. بكره ناس مكتبك ده والمكتب جنبهم قول لهم تعالوا عندنا محاضرة، حتتوتر شوية لكن حتتعود عليهم. كررها مرتين ثلاثة أربعة مرات، دي عملت حاجة جديدة، وبرضو انت عملت ستريتشنج للكومفورت زون بتاعتك برضو وسعتها. لما تتعود على 15 وبعد شوية 20 بتقوم تمشي مثلا تعمل محاضرة في حتة فيها 30-40 نفر، بعد شوية خمس، بعد شوية بتلقى انك حتى لو وقفت قدام 200 شخص ولا 300 انت بدأت بالعشرة
وصلت للميتين وانت عادي، لانه بقد دي دخلتها في الروتين بتاعتك ووسعت الحته بتاعت الكومفورت زون بتاعتك. الجبال كانت انها شويه يعني مضيقه على حاجه، وبعدين ما ترفض فرصه يعني انت جاتك. الناس بتقوم، الناس اللي بيكونوا قاعدين في الكومفورت زون وما دارين يطلعوا منها ومتوترين بيرفضوا الفرص، لانه بتخيل انه ما قادر يعمل الحاجه دي ولا ما حيقدر يعمل الحاجه دي. لكن دائما عاين للايجابيات، لما تجيك فرصه عاين للايجابيه الايجابيات بتاعت الفرصه جاتك قبل ما تعاين للسلبيات، وحاول يعني اتغاضى عن السلبيات قدر ما تقدر، قدر ما تقدر اتجاوز السلبيات. فبعد شوي بتكتشف انه الفرصه جاتك دي ولما انت تمشي فيها تكتشف انك يعني ضيعت فرص كثيره في حياتك، يعني انه كان ممكن بسبب المخاوف دي، ممكن كان احنا المخاوف دي نتجاوزها. فبنشوف اننا ضيعنا حاجات كثيره يعني. ثاني حاجه، ما تشوف الفشل او الحاجه اللي انت فشلت فيها انه ده فشل او انت خلاص يعني بعديها ما هتعمل حاجه، لكن شوف انه كتجربه، تجربه تتعلم منها لحياتك اللي قدام. مثلا لو مشيت انترفيو بتاع شغل او بتاع ترقيه داير يرقوك او داير تشتغل، مشيت الانترفيو وما توفقت في الانترفيو اللي انت مشيت له ده، فما تشوف انه خلاص انا فشلت، خلاص جات فرصه تانية، خلاص لا انا الفرصه اللي فاتت ما نجحت فيها انا ما حامشي الفرصه دي. لا، انت شوف انه الفرصه دي الجاتك دي إنها تجربة، وإن مثلا أنت مش قعدت قدام المدير ده أو قدام الكوميتي اللي هي قعدت عشان تعمل لك الانترفيو دي وكنت متوتر، يعني أنت ما عرفت، مش ما عرفت تجاوب لأنك أنت ما عارف، لا، لأنه أنت في حاجات المفروض تمشي تعديلها، مثلا المفروض تستفيد من التجربة دي للبعدة، فإنت تمشي بالتجربة دي كأنها تجربة وتنظر لها بمنظور إيجابي، إن تعلمت منها حاجة، إن أدتك دفعة لقدام بدل ما تديك خط لورا تديك خط لقدام، إنك مشيت وقعدت خلاص بقى أنا أشوف وين الحاجة اللي أنا المفروض أعملها وأتقدم فيها لقدام، فأخذها كتجربة وما فشل، انه كتجربه تنجحني لقدام. فدائما نحن ننظر للاشياء بالمنظور الايجابي. ومارتن لوثر كينج ده طبعا هو ناشط كان اجتماعي امريكي افريقي، فدائما بيقول شنو؟ بيقول يعني بيقول انه يجب أن نتقبل خيبة الأمل بصورة محددة، يعني عدم النجاح ده اللي هو عبارة عن خيبة أمل نتقبلها بصورة محددة، لكن أبدا ما نفقد الأمل، يعني الأمل يكون ما محدود، أبدا يكون ما محدود. يعني قال you must accept finite disappointment لكن but never lose infinite hope، يعني ابدا ما نفقد الامل الما محدود، الامل بتاعنا يكون ما محدود لكن ال disappointment بتاعتنا تكون محدوده، يعني فلازم نتقبل خيبه الامل دي بصوره محدوده، والامل اكرر الامل دائما يكون ما محدود عشان نمشي لقدام. الحاجة الثانية إنه لازم نخد قائمة بالأهداف بتاعتنا وننظر للأشياء والنجاحات البرة الدائرة بتاعت الكومفورت زون الصغيرة اللي قبل عملناها هنا دي الصغيرة دي، ننظر للنجاحات المن برة المن هنا، لو شايفين الورقة ننظر الأشياء المن برة، ودائما نخد أهداف عشان نشوفها من برا هنا،
ونتخطى مخاوفنا. وكل الناس النجحوا في حياتهم اتخطوا المخاوف دي عشان ما يصلوا. كل الناس اتخطوا المخاوف دي، الناس الناجحين في حياتهم اتخطوا الحتات دي عشان ما يصلوا لأهدافهم. فأنت لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك أحلامك، أهدافك، طموحاتك كلها برا الكومفورت زون الصغيرة دي. فلازم يعني تسترتش الكومفورت زون حقك دي تكبرها عشان تطلع منها. انت لما تكبرها بتكون طلعت منها، وفي نفس الوقت بتلقى انك انت لسه في حتة راحة لما تبقى حتى الحاجات الجديدة كلها روتينية بالنسبة لك. ارجع تاني لمارتن لوثر كينج، قال شنو؟ قال لما بتقدر تطير اجري، ولما بتقدر تجري امشي، ولما بتقدر تمشي احبو، ولما بتقدر تحبو اتحرك. يعني لازم تتحرك، يعني ركودك في مكانك ده ما حيوديك حتة وما حيطورك. فلازم تتحرك من مكانك ده عشان تحقق نجاحك وتحقق أهدافك وتكتشف حاجات كثيرة. والحاجة الثانية اكتشاف الذات، الحاجة اللي بتخلينا نطلع من الحتة دي اكتشاف الذات. اكتشاف الذات طبعا ده موضوع برضو كبير وطويل، لكن أهم حاجة في اكتشاف الذات إنه تعرف مواضع ضعفك ومواضع قوتك. مواضع قوتك في الأول، مواضع قوتك لأنها بتخليك تتطور لقدام، مواضع ضعفك تعرفها عشان تطورها عشان تقويها. والحياة دي عبارة عن برضو يعني رحلة بتاع التعليم، يعني عشان تنمي ضعفك ومواضع ضعفك دي لازم تتعلم. والحياة ماشية، التعليم ما بيقيف، يعني انت كل مرة مهما وصلت بيكون في حاجة دار تتعلمها. فلازم تكون ماشي بتتعلم طول حياتك. وبرضو الواحد لازم يكون واثق في نفسه، الثقة بالنفس، يعني لازم الواحد يكون واثق بنفسه وبيعمل في الحاجات دي كلها وبنظر الحاجات من منظور الإيجابي. والناس بقدر الإمكان تاني إن تحاول تطلع من الحتة بتاعت الكومفورت زون. فإن شاء الله الواحد يكون قدر يوصل لكم معلومة جديدة وتكونوا استفدتوا منها. أنا برجع للأسئلة وتعليقاتكم لو في أي حاجة. في واحد قال لي هي اسمها comfort zone لنطلع منها، زي ما قلنا لأنه هي يعني اسم الكومفورت زون ده لأنه بس ما فيها استرس، ما فيها توتر، ما فيها أي مشاكل. لكن في الحقيقة الحياة هي برا، تبتدي مع حد الكومفورت زون دي الحياة الحقيقية اللي فيها النجاح وفيها الطموح وفيها وبعدين حتى التوتر اللي فيها. أي التوتر، إحنا التوتر البسيط مطلوب، لأنه التوتر البسيط ده هو اللي بيوصلك دائما لنجاحاتك. يعني من غير توتر ما بتقدر تأدي كويس. بالمناسبة الأداء بتاعك ما بيكون كويس، البرفورمانس بتاع الواحد بيكون عاوز شوية توتر. يعني في الامتحان بتتوتر في أي حاجة، يعني أسأل أي واحد بيقول أنا مشيت ما متوتر، ما ممكن يكون مشيت لك امتحان ومشيت لك حاجة وانت ما متوتر. لا، بس توتر المعقولة، توتر بسيط، لأنه التوتر الزايد ده احنا قلنا منطقة بتاعت التوتر ذاتها بتخلي بالعكس بتخلي الأداء بتاعك انزل. فدي الناس ما دايرة التوتر الزايد، فعشان كده لازم نطلع منها. طيب معلش، كويس الفكرة وصلت. لا دي ما فوبيا، دي ما فوبيا.
في فرق بين الفوبيا ممكن هون الناس اللي عندهم فوبيا بيكونوا دايرين يقعدوا في الكومفورت زون، بالذات اللي بيكون عندهم السوشيال فوبيا بيكونوا ما دايرين يطلعوا ما دايرين يقابلوا الناس. وبرضو بنفس الشيء بنقول لهم بالتدريج انه بتطلعوا بتقابلوا الناس، لكن اي واحد فينا عنده كومفورت زون واي واحد بيقدر يعمل لها ستريتشنج واي واحد بيقدر يطلع منها لو هو عاوز. اهم شيء الواحد يكون عنده المقدره انه يعني يمشي لقدام وانه يكون عنده اهداف داير يحققها وانه يكون عنده ثقه بنفسه وانه يكون ما عاوز مرحله الركود اللي هو فيها، يعني حتى لو رجع لها من مره لمره. الدائره الاكبر بيصاب بالخوف هو الخوف او التوتر او القلق. الدائره هي معلش انا هم في زول. طيب الدائره لو شايفيننا الدائره الصغيره دي قلنا بتاعت الكومفورت زون دي بيكون فيها شويه توتر، لكن التوتر ده ما توتر يعني حاجة ما معقولة، يعني حاجة ممكن تكون معقولة نوعا ما، ممكن بالتدريج يتعود عليها ودي اللي بيخليه انه يؤدي الأداء بتاعه الصح. الدائرة الكبيرة دي لو طلع من الحتة تاني اللي هي اللي فيها اللي احنا بنسميه الأوبتيمال بيرفورمانس اللي هو الحاجة تمام، دي اللي فيها مثلا القلق الشديد، فدي هي الأداء بتاعه بيبدأ يقل ودي هي يعني الشوية ما مطلوبة اللي هي الحتة الخطرة يعني. جدا أي بحتفظ لكم باللايف، في ناس قالوا الشبكة بتاعتهم ما كويسة بحتفظ باللايف. نتجنب التوتر اللي بيحصل ده زي ما قلنا إنه بالتدريج إنه في يعني مثلا لو انت بتجيك قلنا توتر من حاجه معينه، انت عارف الحاجه اللي بتجيك منها توتر شنو، اذا كان في الشغل اذا كان حاجه اجتماعيه، تقوم انت تبدا بيها وتغير فيها. يعني مثلا انت بتتوتر تكون معنا شغلك كلهم يكونوا قاعدين في اجتماع، لكن ما بتتوتر انه تكون مع 3-4 منهم، المره اللي بعديها خليك في الاجتماع مع 3-4 زائد 2 تاني من المكتب الثاني جنبك مثلا، التوتر بيقل. بيكون في شويه توتر لكن كل ما تعودت عليه وكله حتى يعني حتى لو اضطررت مشيت مثلا في اجتماع فيه ناس كتار وتوترت، المره اللي بعديها مشيت نفس الاجتماع لو كررت 3-4-5 مرات بيبقى لك الروتين والتوتر بتاعك بيقل. فاحنا عايزين ليه الناس تبدا الناس اللي عندها الحاجه دي مقفولة مثلا عندها ركود تبدأ تطلع ليه، عشان لو فجأة انت لقيت نفسك في موقف ما تتوتر شديد، ما تجيك التوتر الشديد اللي بيخليك انت ما قادر حتى تتكلم مع الناس. فلكن لما تكون انت متعود وشوية شوية تمشي تطلع من الحتة دي فما بكون في توتر الكبير يعني. وعليكم السلام والرحمة. أيوة أنا طبيبة استشارية طب نفسي. إن شاء الله هاي بنحفظ اللايف. نطلع منها نسوي شنو؟ أنت شغال وضعك آمن في شيء ما مفهوم. طيب أنت لو شغالة، أنت شغالة وضعك آمن، ما دارت تتطوري في شغلك، ما دارت ترقي في شغلك، ما دارت تترقي مثلا حتى مش في شغلك، في الحياه الاجتماعيه برا، يعني حياتك الاجتماعيه برا شكلها شنو؟ الناس دائما بتتطور، دائما الناس في تطور. يعني انت الليله مثلا لو قلنا انت اتخرجتي مهندسه مثلا ولا صيدلانيه، اتخرجتي اشتغلتي، هتشتغلي في اقل درجه في الشغل، فانت عشان تمشي لازم تتطوري في شغلك ده. الواحد لما نصل مدير حتة ولا مدير إداري ولا مدير طبي ولا كبير المهندسين ما بصلى وهو بقول وضعي آمن وخليني قاعد في حتتي، لا بتصليها أنت بشغلك بتقديمك بتطورك. أنت لو ما متطورة، أنت لو ما تطورتي في شغلك، لو ما قدمتي حاجة لشغلك، أنت هتكوني رابطة في حتتك،
ده اللي احنا قلنا ده الركود اللي بيكون انت قاعده فيه. لو انت بس قاعده في الكومفورت زون حقتك دي خلاص انا شغاله، انا قاعده مع اهلي هنا، انا حياتي كده مرتاحه. ف هتتطوري كيف؟ هتتطوري كيف لو ما انت طلعت منها؟ السودان عامة عايش في منطقة الراحة ما عدا استثناء بسيط. والله هي يعني ما 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 عارفة يا دكتور أنور. الناس والله في ناس بتمشي وفي ناس بتتطور وبتحاول تطور نفسها. يمكن الوضع الحاصل هناك له أثر، يمكن في حاجات كثيرة تاني، لكن في ناس ماشوا بتتطور وقادرين يواكبوا يعني ويمشوا يعني. هل تعتبر منطقة هروب من الواقع ناجب عن عدم الثقة بالذات؟ هو مش هروب، لكن منطقة بتاعت راحة يعني. الواحد مرتاح هنا ما دار يمشي للحتة هو خوف أكتر من هروب، خوف من في مخاوف إنه الواحد لو طلع منها يعني يقلق. عشان كده إحنا قلنا الواحد يثق بنفسه ويحاول يكتشف ذاته يعني. هل السبب ممكن يكون نفسي زي الاكتئاب، إنه الواحد يفقد إحساس الاستمتاع بأي حاجة حتى النجاح؟ لا، لأنه ممكن الناس تكون ما عندها اكتئاب، ما عندها توتر، لكن عايشة في المنطقة دي. الاكتئاب ممكن يجيك فترات ويروح يعني. حتى الناس اللي بيكون عندهم اكتئاب ممكن يكون فترة بسيطة مثلا وبالعلاج يروح ويرجعوا يعني لوظائفهم ولحاجاتهم. في ناس بيكون عندهم اكتئاب وبيواصلوا يعني، لما يطلعوا من مرحلة الاكتئاب بتاعهم ده بيواصلوا حياتهم. وفي ناس الاكتئاب بيخلوهم منزويين، لكن بيكونوا أصلا ما كانوا مثلا في قبل الاكتئاب مثلا، أو في الفترات اللي ما بيكونوا عندهم فيها اكتئاب ما بيكونوا قافلين نفسهم وما بيكون عندهم مثلا ركود، بيكون حياتهم طبيعية. أنا عايزة أتواصل مع دكتور نفسي ضروري. انت عايشه وين؟ اللي عايز يتواصل مع دكتور نفسي ضروري البلد اللي انت عايشه فيه. اذا كان في السودان في دكاتره كتار جدا ما شاء الله في السودان نفسيين. بتلاقي اني قاعده في منطقه الراحه كثير، بطلع يا اكل المنطقه البعيد بعديها اسبوعين ثلاثه وبرجع لها تاني. اي ممكن ترجعي لمنطقه الراحه، ما في مشكله ترجعي، لكن ما ترجع تبقى هي منطقتك الدائمة اللي انت قاعدة فيها. تطلعي لما ترجعي لفترة بسيطة مثلا ولا شيء بسيط وتطلعي منها، تطلعي تطوري حياتك عشان تمشي، عشان يعني حياتك دي ما يعني ممكن ناس يقول لي انا ما شغال. اي الحياة فيها الحياة الاجتماعية وفيها الحياة المهنية، يعني حاجات كثيرة في الحياة، ما شرط انه بس يكون الوظيفة، ما شرط بس يكون الحياة الاجتماعية، كلها الحياة مترابطة مع بعض يعني الحياة كلها. وكل إنسان هو اللي بيحدد مصير حياته يعني، ما في زول بيحدد لك مصير، بيحدد مصير حياة زول. أنت بتخطي أهدافك، أنت بتحدد حاجاتك، أهدافك تكتبيها 1 2 3 وأبدي بالأشياء التحقيقة بيكون أسهل وأول، فبتمشي فيها أسرع، فبتدي نفسها بتديك دفعة لقدام، بتخليكي أنت تمشي لقدام. لما تحسي انك فعلا حققتي واحد من اهدافك تمشي للثاني تمشي للثالث. وعليكم السلام آيات. قبل انا قلت امثلة يا آيات، آيات حميد قلت امثلة، فهي هل عايزة امثلة تانية او اعيد الامثلة انت ما سمعتيها؟ فقولي لي قبل ما انتهي من الـ 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 الكلام المكتوب ده عشان اقول لك تاني. لو بالنسبه للمسيره المهنيه في ناس تقدم استغاثه من العالم بسبب انه اصبح منطقه راحه وما فيه اي تطور،
فعلا في ناس لو قاصد يا دكتور أنور إنه في ناس بقدموا استغالاتهم بإنه أحيانا بإنه العمل بقى ما منطقة راحة، بالعكس في ناس بيقدموا استغالاتهم لأنه هو كان مثلا منطقة الراحة بتاعتهم العمل ده، لكن العمل ده قام هو نفسه توسع، جابوا لهم مدرج جداد وجابوا لهم ناس جداد، الناس اللي طوروا العمل طلبوا مطالب تانية، بقى الواحد حاس إنه خايف ومتوتر، ومع إنه ممكن يمشي لي قدام يطوروا لي قدام، فخاف ومخافه ده خلته مثلا ما ياخذ الفرصة واستغال. ديك بالك إحنا الفرصة اللي تكلمنا عنها إنه يقدم استغالته إنه أصبح منطقة راحة بالنسبة له وما في تطور، ده معناه إنه زول أنت بتتكلم عنه، بالعكس إنسان بيفتش عن التطور، زي ده إنسان إيجابي جدا بيفتش عن التطور، بيفتش عن حتى يتطور فيها، يعني لو معنى كده إنه في ركود في العمل ده، في ركود في منطقته دي، وما في تطور في العمل بتاعه، فماشي يفتش على منطقة هو يلقى فيها نفسه. ده إنسان عارف مقدراته وعارف قوته وين وعاوز يمشي لقدام في حتة أكبر. فممكن برضو في بعض الناس بيستغلوا عشان أمشي أنا للحتة الأحسن. طيب 4GB doctors how takes the family responsibility and he want to make the specialty as if return to Sudan to do medicine. لو أنا فهمتك يا آيات صح، إنه كيف تأخذ ال responsibility بتاعت ال family، you mean your family ولا as family physician يعني؟ في السودان طبعاً الناس لو رجعتي للسودان يعني كل الأشياء دي أنا ما يعني ما أتفق إنه الناس في السودان قاعدين بس في منطقة الراحة، وإنه لا، في ناس يعني في ناس قاعدة تتطور، في ناس قاعدة تمشي، وفي ناس قاعدة شغالة. يمكن زي ما أنا قلت إنه الوضع حاليا الحياة بالنسبة لل أنا فهمتك صح يا آيات، إنه أنت جاز الجيبيز يعني الجيبيز اللي هم الفاميلي فيزيشنز، ولا الجيبيز اللي هم دكاترة العموميين؟ أنت بتقدر، الواحد بيقدر يعني يوافق بين الريسبونسبيليتي الفاميلي ريسبونسبيليتي وبين شغله، و as if return to Sudan to do MD. I didn't get your point يا آيات صراحة، أعتقد إن شاء الله نعمل محاضرات تانية. كويس يا لينا، حلينا لك كلام كتير في راسك، وإن شاء الله نكون حلينا الناس كتار. بالضبط، never lose hope where there is hope there is life. بالضبط كده، الأمل عمر الواحد ما يفقد الأمل، لأنه هو الأمل هو الحياة يعني. طيب دي حاجة نفسية بتتكون تلقائيا نتيجة لردة فعل ما متوقعة، هل أكرر نفس الشيء واتخطاه مع العلم إنه الإنسان بكرر نفس الشيء بنفس الطريقة بصل لنفس النتيجة؟ مفروض مواجهة الفشل يرتبط بتغيير السلوك وليس إعادة محاولة لنفس الحاجة اللي فشلت فيها.
لا هي مش حالة نفسية، احنا قلنا حالة ذهنية وما بتتكون تلقائيا، وما قلنا تكرر الفشل، احنا قلنا الفشل مش تكرر نفس يعني الحاجة اللي انت مش فيها، تاخد الفشل بانه تجربة، الانسان بيكرر نفس الشيء بنفس الطريقة بيصل لنفس الشيء، لا انت ما تكرر بنفس الطريقة، انت تشوفي تستفيدي من الحاجة اللي انت في الاول فشلت فيها، تاخديها انها تجربة، شنو الغلط في الحاجة الاولى وتصلحيه في الحاجة الثانية. يعني الواحد لو امتحن امتحان وما نجح فيه بيعرف انه وين الحتة اللي ما نجح فيها، وين الشابتر ما قراه، وين الحتة اللي فشل فيها، وين الاجابة اللي كان هو غلطان فيها، وبيسأل احيانا الناس وبيغيرها، بيغير طريقة قرايته، بيغير قرايته فبينجح فيها، مع انه هو نفس الامتحان نفس المادة مش امتحان تاني. واحنا دايما الفشل نحاول نسميه تجارب، يعني فشلنا دايما نخليه انه تجربة، وما يعني مش نقول يعني محاولة نفس الحاجة اللي فشلت فيها، تحاوليها بطريقة انك تحاول المرة الجاية تنجحي فيها، تغير الطريقة، يعني بالضبط ممكن تغير السلوك، تغير الطريقة، تغير الطريقة بتاعت القراية، تغير الحاجة اللي انت بتعمليها، فانت لما انتش حتكوني عرفتي انت ليه ما نجحتي، انت عملتي في شنو غلط، هنا في حاجة ما نجحتي فيها اي، لكن ليه ما نجحتي، المرجعية بمشي اعدلها بمشي فيها. يعني معظم الوظائف الروتينية ما في زول يعني الحياة دي زي ما قلنا هي ما طريق، بتلقى ناس ماشيين معاك في الطريق ده، إذا كان ناس قريبين منك إذا كان بعيدين منك، ما حيمشوك الطريق ده لكن حيمشي معاك في الطريق ده، فأنت الطريق ده بتمشي أنت وبتختاره أنت، فالروتين ده أنت من نفسك بتقدر تكسره. مثلا يعني شنو الروتينية، أنا محامية مثلا بمشي كل يوم المحكمة وبجي راجع، والحكاية روتينية، أطور نفسي كيف؟ أي وظيفة، أي وظيفة في الدنيا، أي وظيفة مهما كانت من الوظائف الصغيرة اللي هم، مع أنه أنا ما بشوف أنه في وظيفة في الدنيا هامشية، لكن من الوظائف بقول عليها وظائف هامشية، من أي وظيفة، أي وظيفة ممكن أنت تطور نفسك فيها، أي إنسان ممكن يطور نفسه في أي وظيفة أي كانت. فإحنا لما نقعد نقول أو وظائف روتينية، أوكي بمشي المكتب بجي من المكتب، بعمل الشغل بجي من الشغل، طيب أنت شغلك ده أنت محاسب، طيب ما أنا كمحاسب ولا أنا كمحاسبة عندي حاجات ممكن أتطور فيها، دراسات وحاجات بعملها ممكن أعملها، ليه ما أعملها؟ لو لقيت أنه مثلا أنا كمحاسبة أنه والله ما في حاجة بتطورني، لكن في دراسة نوع تاني وبتتفق مع شغلي ده ممكن تطورني تخليني امشي في حته احسن او امشي في مكان احسن، معلش قلت الكاميرا، او امشي في مكان احسن، فانا ليه ما اعمله واطور نفسي؟ التطور ده ما داير له لو قعدنا نقول لا الروتين والروتين والحاجات كلها روتينيه، حنقعد نكرر في نفسنا كده وحنتاكد انه الامور كلها روتينيه وحتكون بالنسبة لنا دي برضو مشكلة، لكن لما نقعد أقول لا دائما في تطور في أي حتة، أنا هطور نفسي، هكتسب تجارب جديدة، حتى تجارب الحياة، التجارب دي عبارة عن تطور، أنت عندك تجارب جديدة في المجتمع، حياتك المجتمعية، الحياة المجتمعية دي حياة كبيرة، ما بس مشيت لأهل وجيت من أهل، لا فيها خدمة المجتمع وفيها الشغل في المجتمع، ده كله تطور بيمشي مع الواحد، يعني ما شرط انه يكون اي حاجة روتينية. الفترة اللي احنا فيها دي معظمنا حيكون في منطقة الراحة، الا من رحم ربهم، مع التربية والإحساس بالملل وعدم الموضوع. احنا قبل كده قلنا قاعدة البيت دي الناس تعملها تستفيد منها وتعمل منها حاجة مفيدة، يعني انت قاعدة في البيت في حاجات كثيرة ممكن تعمليها، ليه ما تستفيدي من الوقت اللي انت قاعدة فيه في البيت ده مع اطفالك، تعلمون حاجة جديدة، انت تتعلمي حاجة جديدة اونلاين، تملي وقتك،
في الناس اللي كانوا بيحفظوا في القرآن وقفت المراكز بقى عندهم أونلاين. ده بالعكس ده وقت واسع إنك الحاجات كلها اللي كنت ما لاقي ليها وقت زمان عشان طلعتك عشان شغلك عشان حاجات كثيرة، هسه بقى عندك وقت تعمليها. هسه الكورسات القراية بقت أونلاين كثيرة جدا جدا، ممكن تطور نفسك لدرجة كبيرة جدا جدا، وممكن تملي وقتك. خطي جيبي ورقة وقلم، خطي أهدافك، خطي كلام أنت عايز تحققيه، خطي أنت كان نفسك تعمل شنو وأبدي أعمليها. بالعكس الوقت الكفاية ده أنت استفيدي منه بدل ما تقولي في ملل وعدم موضوع. هنا أنت تخطي لنفسك عدم الموضوع، لكن لو انا بقى يعني في ناس بيقول لك والله بالرغم من انك قاعدين في البيت الوقت بقى ما مكفينا برضه، لانه استثمروا وقتهم في حاجات كثيره. شوفي انت ممكن تفيدي الناس شنو، حتى انت قاعده في البيت ممكن من الناس يستفيدوا منك شنو. ترسلي لك مسجات لناس ايجابيه، تعمل لك لايف في مكان، تعمل لك محاضرة ترسليها ليهم، في اجتماعات حاليا تجتمعي حتى مع أهلك، يعني حاجة مهمة الناس تستفيد منك فما حتشعر بالملل. شكرا جزيلا. بالضبط. If you cannot fly run, if you cannot run walk, if you cannot walk crawl by any means keep moving. Yeah. ده كلام مارتن لوثر كينج. عنده مارتن لوثر كينج عنده في كمية من الستيتمنت، كمية من الكلام كله إيجابي وكله رائع. يعني الناس لو قرت له بديها نوع من التحفيز، يعني كلام جدا محفز. إن شاء الله يا إسراء، محاضرة عن شنو؟ كلام جميل، مشاركتك إيجابية، شكرا جزيلا. إن شاء الله نحن بالضبط عشان الناس قاعدين في البيت عشان كده عملنا المحاضرات دي وعشان الناس تستفيد. شكرا لكم. إيمان، إحنا قلنا إنه الزول انت قلت بيخاف يطلع من الكومفورت زون، لا ما تطلع توش تطلع قلنا، لكن قلنا يوسع الكومفورت زون بتاعته، يعني يعمل لها ستريتشنج، يطلع شويه شويه عشان كل ما يطلع الروتين بتاعه ده بيدخل، حتى الحاجات الجديده اللي عملها دي بتدخل في الروتين بتاعته وبتدخل له في الكومفورت زون وبكون هو مرتاح، حتى هو بيعمل في الحاجات الجديده بيحس بيها مرتاح. يطلع ليه؟ يعني السبب القوي الدافع القوي بيخلينا نطلع آماننا، طموحنا، أحلامنا، أهدافنا، الحياة الزاهرة اللي ببرة والتجارب اللي ببرة. يعني أنت لو بس تاوقت كده، اعتبرت نفسك كده في شباك كده في الكومفورت زون وتاوقت للتجارب الناس اللي حوالينك والناس وصلوا وين، ممكن أنت حتلقي نفسك في حتة وزي كأنك ماشية في شارع كويس، ماشي في شارع زلط بعربية والناس ماشي معاك والشارع ده كويس، لكن زي ما قلنا فيه مطبات، يعني تيجي فيه مطبات بعض مرات، لكن الشارع ده سرعته 80 وانت ماخده أقصى اليمين وماشي بسرعة 30 والناس التانين ماشيين بسرعة الشارع ولا بأقل شوية، الناس تختلف في سرعاتها، ما قلنا كلهم يمشي بنفس السرعة. النازل حيجوا يفوتوكي وانت حتكوني ماشية او حتكوني وقفتي مثلا في حتتك، لو انت قللت السرعة او وقفتي مكانك حيجوا يقولك واقفين والنازل حيمشوا يخلوكي، فانت حتطلعي عشان تصلي للهدف اللي انت ماشية له وطلعت له اصلا في الشارع ده او في الطريق ده اللي هو ده طريق الحياة اللي انت طلعت ليه، وده انت عايز تحققيه عايز تصليه، فلازم انت تصلي.
لو مشيتي بالراحة زي ما قال مارتن لوثر كينج، يعني بس تحركي بتصلي. حتى لو انت بالراحة، في ناس بيكونوا ماشيين سريع، فانت كل ما تصلي وتمشي شوية شوية بعد شوية تلقي نفسك سرحتي، لقيت انك ما متوترة وسرحتي في المشي، ده اللي بيخليك تطلعي عشان تحققي احلامك واهدافك. كيف الواحد يضمن عدم الرجوع للعادة القديمة اللي بدوره بترجع لمنطقة الراحة؟ ان احنا منطقة الراحة قلنا يعني ما بنقول انه لما ترجع لها نهائي، لا ممكن ترجع لها. مثلا في ناس منطقة الراحة بتاعتهم انه لما يجي من الشغل في البيت قدام التلفزيون قاعدين براهم، ما في ازعاج، ولا قاعدين مع بس مع اولادهم قاعدين كده، دي منطقة راحتهم. بيكونوا دايرين يرجعوا لها. في ناس بيكونوا دايرين يرجعوا منطقة الراحة لكن ادخل فيها شوية اطلع، مش يعني تمشي وتركض فيها. يعني الفهم انه حتى منطقة الراحة، حتى لو طلعت منها، حتى لو رجعت ليها، لكن مش الرجوع لانه لا خلاص انا برت وترت دا ارجع اقعد في حتتي، لا. في نوع من العلاقات الاجتماعية بتكون مزعجة او اجبارية، فناس مثلا بتعمل لنفسها نطاق راحة وسط ناس معينين وبيقفل الناس اللي بيتقلقوا بيكونوا ناس سلبيين. طبعا انت بتشوف انت الناس، كل واحد عنده ناس بتماشوا معاه. يعني انا ما اي زول في المجتمع ده، في ناس احنا مجبورين عليهم، يعني في ناس مجبورين عليهم بتمشي لهم في مناسبات، تمشي لهم في اذا كانوا جيران، اذا كانوا من الاهل ديل مجبورين عليهم بحكم انه مثلا جيران، بحكم انه اهلنا. لكن انا من اهلي ديل ومن جيراني ديل بنقي الناس اللي انا ما اقدر اتفاهم معاهم. ما اي زول الناس بتتفاهم، يعني بيكونوا هم بيقدروا اصحابك يعني، او انت الناس بترتاح تكون قاعد معاهم وتكون قاعد تقضي وقتك معاهم. في ناس تنشلون بس مجاملة او اداء واجب، لكن انت اللي بتختار. لكن ما شرط تختار ان النفر واحد بس واقفل عليهم، لا. يعني لما تلقى الزول اللي انت بترتاح معاه خلاص يعني، لكن ما شرط انه الواحد يقفل بس على زول واحد. الزول وصل ده كيفهم. هي منطقة الكومفورت زون دي احنا برضو بنعتبرها منطقة خطر لانه ما فيها تطور. المنطقة الثانية اللي فيها التوتر الشديد اللي هي بتخلي الواحد البرفورمانس تاعه ولا اداؤه يقل، دي انت يعني لو لقيت نفسك يعني وصلتها كده وتوترت توتر شديد ما قدرت تأدي فيه ادائك، طوالي ترجع منها بمعنى انه تدخل الزون اللي هو في النص ده، وتحاول لو في حاجه انت المفروض تعملها تسترتش الحته بتاعت برضو المنطقه دي. ما هي المنطقه دي ممكن تتوسع ليه لحد اكبر منطقه احنا قلناها، لكن بشنو؟ بالتدريج، لحد ما تبقى انت قادر تعمل اي حاجه براحه، والمنطقه الكبيره حق الخطر دي تبقى لك هي منطقه بتاعت يعني الاوبتيمال، يعني الحاجه بتقدر تأدي فيها بطريقه يعني بيقلق او بتوتر اقل. طيب كويس انها وضحت. يا للاسف الواحد مرات بيكون مجبور يقعد فيها، بالذات الناس البرة، يعني الزول في السودان بتكون المهمه اسهل شديد. ما شرط ليه ما اكون مجبور اقعد فيها، ليه تكون مجبور تقعد فيها؟ ما انت عندك شغل برا، انت قاعد في شغل وعندك حياه اجتماعيه، حتى الحياة الاجتماعية متواصلة. حتى لو مع ناس السودان، لو تمشي السودان حياتك الاجتماعية متواصلة، حتى برا الحياة الاجتماعية موجودة في شغلك. طور نفسك حتى في حاجات كثيرة تانية. يعني مثلا الواحد لو شغال مهندس أو دكتور وأنا قاعدة في حتة، ومثلا دكتور قاعد في السعودية، في واحدة من أو في أي بلد من البلاد الكبيرة، يعني أنا قلت السعودية تحديدا لأن السعودية من البلاد الكبيرة يعني،
وقاعد في المراكز الصحية الطرفية شديد، وما في طريقة إنه مثلا يطور نفسه فيها كويس، لأنه ما فيها تدريب أو ما فيها. طيب أنا هطور نفسي كيف؟ أنا زي ما قبل قال دكتور أنور، أنا واحد من الاثنين، يا إما أنا بستغل وبمشي حتة يكون فيها تطوير لنفسي لو في إمكانية زي دي، لكن لو بتربطني أشياء تانية زي أسرة أو كذا إنه لازم أنا أقعد في الحتة دي، بعد ذاك أنا أشوف الأشياء اللي بتطورني، أدخل الأونلاين كورسيز، أعمل الكورسات، أشوف لي طريقة كيف أنا يعني بعد ده أنا أخد أولوياتي وأخد حاجاتي. في ناس كثيرة مثلا بتمشي تعمل تاخد إجازة 3 شهور تمشي تعمل حاجة مثلا، حتى في السودان في بقت التخصص مثلا تمشي 3 شهور وتجي راجع محلتك، أو تمشي 4 شهور تجي راجع محلتك وتعمل الباقي أونلاين. يعني أي حتة بقت فيها الحتة بتاعت التطور، يعني ما في حاجة بتمسك الواحد، ما في حاجة، يعني أي حاجة بتعيقك أنت ممكن تلقي لها حل. بالضبط، الخوف هو أكبر عايق وبخلينا قاعدين في منطقة الراحة، عشان كده قلنا لازم الواحد عشان يطلع منها لازم يعني يتخطى المخاوف بتاعته، يتخطاها بأنه بالتدريج يطلع منها، وحيكتشف أنه زي ما قلنا قبل أنه كثير من الفرص ضاعت بسبب الخوف اللي هو كان ممكن يتخطاه لو أنه من البداية يقتنع أنه ممكن يتخطاه. فأي حاجة ممكن، يعني برضه بوضعه عشان خايف من كل تحدي وخايف من الوضع اللي قاعد فيه. في الخوف أكبر مشكلة، يعني الواحد بس ما يخاف، بعدين الوضع اللي أنت قاعد فيه مهما كان أنت عايز تطوره، فما ما تفقده، يعني يا إما قعدت فيه يا طورته. نحن قلناها يا إسراء، فعايزانا نقولها تاني، الدوافع قلنا عشان تحقق أحلامك أهدافك الحاجات دي كلها، عشان كده لازم تطلع منها إن شاء الله. الله ما حنمسحه، حنخليه. وري دكتور إحنا نتطور كيف، طبيعة شغلي ضاغطة. يعني أغلبية الشغل فيه ضغوط، يعني الواحد بيكون مضغوط، يكون ممكن يكون انت شغال الوقت كله اليوم كله، بتجي متأخر، ما عندك وقت، لكن يعني دي بتجي في شنو، في حلول المشاكل، في الـ problem solving. جيب ورقة وقلم وخد انت من الصباح للمساء بتعمل شنو في ايام الاسبوع كلها عفوا في ايام الاسبوع كلها انت بتعمل شنو، وألقى لنفسك وقت، انت لازم تلقى لنفسك وقت. ف عفوا معلش يا اخوان انا عندي وجع حلق، فانت لازم تلقى لنفسك وقت عشان تطور نفسك. فانت تجيب بالورقة والقلم وتقعد مع نفسك وتشوف انت وين ممكن تفضل لنفسك وقت عشان تطور نفسك، حتى لو ساعة او ساعتين في اليوم او في الاسبوع. الناجحون هم من يبحثون الجديد والخروج عن المألوف دوما. طبعا الناجحون هم الناس اللي بيتطوروا والناس اللي بيمشوا يحاولوا يتجاوزوا المصاعب. مصدر الأمان إنك زي ما قلنا لما أنت تجرب الحاجة كم من مرة، ف دي بتخليك يعني الحاجة الجديدة بتدخلها في الكومفورت زون حقتك اللي أنت بتحس فيها بالأمان نفسها. الحاجة تكررها كم من مرة، عملت الحاجة عمل الليلة وبكرة وبعد بكرة وبعد وبعد، أو مثلا كل أسبوع بعد 3 4 مرات
بتلقى الخوف حقك ده يعني شبه انعدم او انعدم، وبقت في منطقة الامان بتاعتك والراحة بتاعتك. انا اسمي ايمان، ايمان سعيد. الخروج من منطقة الراحة تبدأ بقرار. لازم الفرد يتكلم مع نفسه كثير ويفكر ويخطط ويطور قدراته ويجرب تحديات جديدة ويستعين بالله. بالضبط، لازم تبدأ تفكر، لكن ما تبدأ زي ما قلنا كبير بس تجري ورا التفكير تفكير تفكير تفكر وتخليه كله تفكير. أنا فكرت إنه أنا الليلة قررت إنه أنا ليه ما أمشي مثلا أعمل محاضرة في الجامعة، بدل ما أنا خايفة إنه كان عندي المفروض أنا علي برزنتيشن وخفت وغبت. في ناس بتغيب عديد كده، في ناس بتخلي امتحانات وبتغيب وما بتشتغل برزنتيشن عشان خايفين. طيب ليه ما أنا أمشي بس بدل ما أعملها للدفعة كلها أعملها للجروب بتاعي اللي هم 15 نفر 10 نفر أبدأ بيهم. ده القرار بتاعي كان كده. بكرة طوالي، حتى لو أنا مو محضراها كويس، حتى لو أي حاجة، حتى لو نوع من الفن كده، بس تعالوا أقعدوا أنا داير يعني حي أطلع بيها. بعدين بكرة أمشي أحضر لي حاجة أكتر، والجروب بتاعي والجروب الثاني اللي بيكون معانا دائما أو كده يعني، فالحد ما الواحد يطلع منها. لكن مش تبقى بس تفكير، بس تفكير معاه عمل. كيف الزول ما شغال يطلع من منطقة الراحة؟ الزول ما شغال عنده حياة اجتماعية، نفس الشيء يعني. انت لو منطقة راحتك انك تقعدي ما تطلع للناس، ما تمشي، ما تجاملي، ما يعني حاليا الناس كلها بقت عندها مسؤوليات في المجتمع، خصوصا بالوضع اللي احنا فيه ده. يعني المسؤولية المجتمعية دي ما شرط تكوني شغالة الشغل اللي هو الوظيفة يعني، فكل شغل هو شغل يعني. إذا كان تطوع، إذا كان في البيت، إذا كان ده كله شغل. فأنت اجتماعيا يعني ممكن تشوف أنت اجتماعيا شنو مخليكي ما تطلعي من منطقة الراحة بتاعتك، شنو أنت منطقة الراحة بتاعتك. لأنه زي ما قلنا منطقة الراحة من كل زول لزول بتختلف. لو أنت منطقة الراحة بتاعتك أنك تقعدي في البيت، ما تطلعي للناس، ما يكون عندك حياة اجتماعية، فدي من هنا انت تفكري انا والله ليه قاعدة 24 ساعة في البيت، انا ما في عندي صحبات، انا ما عندي اهل، ما اطلع، الناس بقت ما امشي ما اشوف الناس تعمل في شنو، في منتديات ثقافية، في محاضرات ثقافية، في اشياء زي دي يعني، حتى اجتماعيا يعني انا ليه ما امشي واثقف نفسي واشوف العالم ماشي كيف يعني. انا قدمت استقالتي بنفس الطريقه اللي قلتيها، لكن لحد هسه ده قد لجا. قدمت استقالتك عشان مكان العمل ما في تطور، ولا قدمت استقالتك عشان مكان العمل يتطور؟ لو قدمت استقالتك عشان مكان العمل يتطور، يعني دي كان انت المفروض تمشي مع التطور الحاصل اللي هو قلنا الاسترتشينج. لو قدمت استقالتك عشان مكان العمل ما في تطور، الواحد دائما قبل ما يقدم استقالته عشان مكان العمل ما في تطور بيشوف البديل. انا بطور نفسي وبحاول اطور العمل اللي انا فيه. اي واحد ممكن يطور العمل اللي فيه حتى لو ما هو المدير، بطور وبكلم المدير وبكلم الادارتي وبكلم المسؤولين بتاعيني، بحاول اطور الحته اللي انا فيها يعني مهما كانت شنو انا بحاول اطورها، وبشوف البديل. يعني لما نلقى البديل بمشي ليه، لكن ما بقدم ساعات بمشي بس كده بقول خلاص انا ماشي اقعد في البيت عشان الحته دي ما متطوره. فكده الواحد ممكن مشكله انه يلقى حاجه تانية يعني اللي هو في باله يعني. الموضوع خارج النقاش، نعمل شنو عشان نخرج بصحة نفسية جدا بعد جائحة الكورونا. احنا تكلمنا مرتين على مرة عن الكورونا،
والمرة الثانية كانت في الرقاب تاع بومة، لكن إن شاء الله نعمل لكم مرة ثانية عن الكورونا، موضوع الكورونا، وإن شاء الله بتتسهل. How about if I feel a danger out of my comfort zone and worry about the risk if I cannot fulfill my ambitions and wants؟ طيب، نحن قلنا إنه الواحد لما يطلع من منطقة ال comfort zone أنت حتحس بإني كوريز، يعني حتحس بشوية كوريز لما تطلع من منطقة ال comfort zone، وحتحس وحيكون في شوية مخاوف. عشان كده قلنا أي يعني فرصة تجيك فكر في الإيجابيات بتاعتها، وفكر في إنه شنو ممكن أنت تعملي فيها. بعدين يعني في نوع الفرصة نفسها، وبعدين خطوة خطوة يعني تطلع من الكومفورت زون طوال وبيمشي لحاجة كبيرة. لا، تبدأ التغيير بسيط وبالتدريج. تكرار فشل يا دكتورة هل بيكون سبب للعودة والبقاء في منطقة الراحة؟ أبدا، لأن الفشل عبارة عن تجربة. لا، انا بتكلم مع الناس في اللايف ده ليه؟ كنا بنتكلم عن منطقة الراحة، والفيديو ان شاء الله حنحفظه وممكن تعيدوه بعدين تاني. طيب، طيب الأزلة قاعد تتكرر. طيب، بعد ما الزول يطلع من منطقة راحته كيف ممكن يكون خاطي أهداف كثيرة ويقدر ينظم بينهم وينجز فيهم كلهم؟ ترتب أهدافك، تاخد أولويات وترتب أهدافك، وبعدين تبدأ واحد واحد، وكل ما تخلص واحد تبدأ في بعده حسب الأولوية بتاعت هدفك. لا، ممكن الواحد يرجع، هو المنطقة اللي بتطلع لما تطلع من منطقة الراحة هي ما منطقة خطر، لا بالعكس، دي المنطقة اللي فيها الحياة، والمنطقة اللي فيها النجاح، وقلنا والمنطقة اللي فيها التجارب والأشياء كلها الجميلة في الحياة. ف يعني أنت لما تكون في الحتة دي ما تكون في منطقة الخطر، وممكن من وقت لوقت ترجع منطقة الراحة، ما معناها تطلع يعني خلاص.
شكرا يا علينا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اكون قدرت اجاوب على اسئلتكم، وخليكم بالبيت وستي سيف، وشكرا جزيلا ومع السلامة.